بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. زي ما تعودنا دايما في بداية اللقاء بنرحب بالدكتورة زهراء حسن خطاب. كيف دكتورة؟ كيفك يا شيف إبراهيم؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على كل اللي بيتابعوا برنامج نكهة خاصة. ليلة أطباقنا شهية ولذيذة مع الأجواء الممطرة دي يا شيف، إن شاء الله ربنا يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع يا رب. وكمان برضو أطباق ممكن تواكب يا شيف الجو حاليا، فشفنا الأطباق على الشاشة، حنشوف المكونات وطريقة العمل مع الشيف إبراهيم. طبعا يا دكتور ما زلنا في نكهة خاصة بنفتش وندور على الوصفات السهلة والبسيطة والمكوناتها بتكون متوفرة وما بتحتاج كمان يعني خبرة ولا شطارة في المطبخ، يعني بتكون حاجات سهلة وبسيطة جدا. احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنقدم الأطباق بتاعتنا، وطبعا متوقعين ومنتظرين مكالماتكم ومداخلاتكم معنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. كل استفساراتكم كل أسئلتكم ان شاء الله بإذن الله جاهزين احنا نجاوب عليها ان شاء الله. زي ما استعرضنا مع بعض يا دكتور الأطباق في بداية الحلقة، الأطباق بتاعت الليلة النهاردة هنقدم إن شاء الله بإذن الله طاجن من أو قالب الرز مع اللحم المفروم والخضروات والبطاطس. زي ما عودناكم دايما طريقة سهلة بسيطة، تقديم مختلف على أساس إحنا بس بنغير في شكل الحاجة اللي بتتقدم، بنحاول دايما إنها تكون برضو المكونات الأساسية اللي فيها بتحتوي على قيمة غذائية عالية زي ما عودنا دايما مشاهدينا كخاصة. عندنا الليلة بسبوسة الطوة. بسبوسة الطوة يعني هنعمل البسبوسة في الطوة، يعني لو زول ما عنده فرن في البيت سهل جدا ان هو يستمتع بطعم البسبوسة. يمكن ما بتكون طبعا زي بتاعه الفرن، لكن يعني في الاخر برضه بتطلع بسبوسة وبتطلع طعمها سميح جدا، والميزة اللي فيها ان هي سريعة، يعني ممكن تتعامل بسرعة ما بتحتاج القصة بتاعت الفرن ونشفت مني وما زبطت وكده، دي بتكون أسهل شوية. إن شاء الله بإذن الله نستمتع بالأطباق بتاعت الليلة. وخلينا نبدأ في أول طبق من أطباق الليلة. أنا على غير العادة هبدأ بالحلو عشان تاخد البسبوسة راحتها في الطوة بتاعتها. نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغل مع بعض. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض المقادير يا دكتوره. أيوة. احنا اول حاجه بنحط المقادير كل ما هو ما سمولينا، يعني عجينه السميد الدقيق السميد ده اخر حاجه بنخليهم، بنحط البيضه بنحط الحليب والسكر. تمام. السكر البيكنج باودر. تمام. والفانيليا رشة الفانيليا والزيت. حطينا كل المقادير دي مع بعض كده بابا اهو. لكن يا شيف عموما البيض ما من اساسيات البسبوسه، احنا بس هنا عايزين تماسك. ايوه طبعا الفرق يعني. أي. لكن لا في ناس طبعا بيخلطوا في عجينه البسبوسه بيض، هو طبعا في البسبوسه البلديه البسبوسه ما فيها بيض. لكن بشوف انا في المواقع كتير ناس بيخلطوا في المكونات بيض. يعني هسه تعتبر في البسبوسه بتاعت الطوة انها اساسيه اضافه البيض عشان بيساعد على مثلا بيساعد على التماسك بتاع البسبوسه. تمام. ما هصبها في قالب ولا هصبها في صينيه، انا هعملها في طوة. وفي أيوة. الطوة دي المفروض انها تتقلب، يعني كمان يعني فيها مجازفه زي ما بيقولوا. ايوه فلازم اكون شنو يعني ضامن التماسك حقها بالظبط كده. تمام. طيب يا دكتور احنا زي ما قلنا مع بعض حطينا المواد السائله كلها مع بعض، وهننزل زي ما تعودنا بالسميد. قلنا دايما في البسبوسه في السميد بقلب بالراحه علشان الحبيبات دي ما تطلع الماده بتاعت الجلوتين اللي بتخلي البسبوسه ناشفه او يابسه شويه. اهو
وهكذا طبعا انا الطوه بتاعتي بختار الطوه زي ما احنا شايفين كده، اللي هي شويه بتكون الحرف بتاعها عالي ومستقيم شويه، ما 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 مفضح عشان ما تفرش مني العجينه بتاعتي اهو. بعدين زيت، انا اديتها برضه حته سمنه عشان التطعيم، لكن احنا المفروض زيت، لكن سمنه لوحديها لا. ليه؟ عشان السمنه لو سخنت هتحرق لي البسبوسه، هتكون لسه نيه من جوه. تمام، عشان كده انا بختار الزيت في الوصفه دي علشان يحافظ لي على الشكل بتاع البسبوسه في حين ان هي تستوي كمان من جوه. والوقت يا شيف اللي بتاخده هي البسبوسه كله بقى حسب النار. يعني انا يعني اشتغلت الوصفه دي في بوتاجاز، البوتاجاز اللي هو العين العادي ما اخذت مني زمن، هنا بتاخد زمن شويه على الكهرباء. أيوة. دي بتاخد زمن شويه، الشعله ما لانها مباشره بالظبط، فبالتالي ممكن الاستواء بتاعي يكون كله زول حسب البوتاجاز بتاعه وحسب. لكن يستحسن دايما انها تكون درجه حراره وسط، يعني لا عاليه شديد عشان ما تحرق لي البسبوسه قبل ما تستوي هناي، ولا واطيه شديد تاخد مني زمن على انا هنا عاملها شويه واطيه شويه. ليه؟ عشان انا اثناء الحلقه هتابعها، يعني ما عندي حاجه. تمام. وزي ما قال الشيف الليله كغير العاده بدا بالحلو، نحن المره فاتت الحلقه اللي فاتت كان الشيف برضه بدا بالطبق الحلو لانه كان محتاج وقت ومحتاج مراحل عشان يجهز معانا، فبالتالي دي من التكات زي ما بقول الشيف البسيطه اللي ست البيت ممكن تبدا بها، مثلا عندها جايينها ضيوف او لناس البيت ذاتها جات من الشغل متاخره، فبالتالي عاوزه تجهز، بتجهز الحاجه اللي بتاخذ زمن اطول في الاول وبعد كده تبدا بالحاجات الخفيفه، دي بتكون اسهل وابسط لانها تجهز الاطباق والوجبات لافراد الاسره بتاعتها. وكمان برضو بالنسبه للبسبوسه بتاعت الطوه هي القيمه الغذائيه بتاعتها بتختلف شويه، لانه زي ما شفنا الشيف اضاف لها بيض، فبالتالي البيض بيزيد لنا نسبه البروتين، وبالتالي هي بتحتوي على سعرات حراريه 220 سعره حراريه، وبتحتوي على نسبه كربوهيدرات اعلى من نسبه البروتين واعلى من نسبه الدهون الموجوده في البسبوسه. حنتابع مع الشيف بقيه المكونات. طيب يا دكتوره، بعد ما احنا جهزنا العجينه اهو بيكون القوام بتاعها شويه كده اهو خفيف. تمام. باخد شويه من السميد ده و بحطه في الارضيه بتاعت الطوه بالشكل ده. يعني شيء من التكات اللي بتميز بسبوسه الطوه انه اضافه البيض، انه في الطوه ذاته بنضيف زيت وحبه سمنه، لكن ما حنضيف سمنه بس عشان زي ما قال لنا الشيف انه ما تحرق لنا البسبوسه من تحت والناس تكون هادئه، ممكن زيت بس. بس لكن سمنه بس ما ممكن، عشان هي بتحرق بتغير سريع او بتحرق سريع او درجه الحراره بتاثر فيها اسرع من الزيت العادي، فبالتالي درجه الحراره ذاتها تكون وسط ما تكون عاليه شديد وتابعه عشان اضمن انه استوت بالكامل. كده يا دكتوره انا وزعت البسبوسه بتاعتي، بغطيها بعد كده. تمام تمام. وزي ما قلت يا دكتوره انا يعني انا شغال على درجه حراره وسط، كل ما هتبتدي هي تنشف من الـ من الـ من الحروف الاطراف، كل ما تنشف من الحروف احاول بالزبتوله او السيليكون، الملعقه السيليكون اللي انا ارفع كده اتاكد ان هي من تحت اللون بتاعها ما حرق مني. اول ما تبتدي تنشف من فوق ببتدي اقلبها، وهنشوف مع بعض نقلبها كيف، ربنا يستر. وبعد كده نجيبها الناحيه الثانيه، تاخد التسويه الناحيه الثانيه، على طول بيكون السيرب بتاعها جاهز. في طبعا الناس بيقول لك شنو لو طلعت منك هشه شويه او ما متماسكه، بنعكس في البسبوسه، احنا دايما بنقول البسبوسه سخنه والشيره او السيرب سخن. لا، احنا في الوصفه دي لو لقينا ان البسبوسه ما متماسكه معانا، احنا قلنا البيض عشان يعمل التماسك ده، لكن برضو لو لقيناها ما متماسكه معانا او هشه بدخلها الثلاجه تبرد تتماسك، ولما تطلع بس اخليها بعمل لها الشيره سخنه، بيبقى الشيره سخنه والبسبوسه بارده، بعكس في الوصفه دي. لو في حاله ان هي حسيت ان هي هشه، لقيت الامور ماشيه تمام ومظبوطه قالب سمح خلاص، عشان اعرف ان البسبوسه تطلع ناجحه معايا لما اجي اخد السيرب على البسبوسه وهي سخنه، اول ما تشرب السيرب اعرف ان كمان البسبوسه بتاعتي تمام. لو السيرب فضل راجد من فوق كده اعرف ان في حاجه غلط حصلت، ودايما بتكون العجنه الكتير اللي بتخلي ماده الجيلوتين اللي في البسبوسه بتطلع اللي فيها. او في ناس بيوصل لو بالغلط اضفت مويه او كده ماده سائله، كل ما بنزود السوائل ما عدا الحليب طبعا. أيوة. المويه لو زادت في او تخطت في البسبوسه بتخليها ناشفه. تمام. بكده احنا جهزنا البسبوسه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده في الطوه، هنغطيها كده وهنسيبها مع نفسها كده، وبعد كده بنقلبها والسيرب بتاعها بيكون جاهز، بسقيها بالسيرب بتاعها. طريقه سهله وبسيطه جدا. بعد كده ممكن اديها مكسرات، اديها شوكولاته من فوق، اديها جوز هند زي ما انا عايز، اديها اسيبها ساده. ممكن تتعامل بالقشطه، تتحشي بالقشطه، يعني الكميه دي اقسمها نصين
النص الاولاني بفرشه في الارضيه وبعد كده بحط القشطه بتاعتي، لكن لما اجي احط القشطه فوق البسبوسه ما 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 بدلقها كده بالملعقه بالراحه، بمسحها من فوق، لان لو دلقتها هتحفر لي حفره هبص الاقي القشطه طلعت لي من الناحيه الثانيه، فبمسحها بالراحه كده وبتكون سائله شويه عن القشطه الكدابه اللي احنا بنشتغل بيها عشان اعرف اوزعها على وش البسبوسه، وارجع احط بقيه الكميه بتاعت العجنه بتاعتي اللي هي بتاعت الصميد، بكده اصبحت عندي البسبوسه محشيه بالقشطه. لكن احنا النهارده مسهلين الموضوع، عاملينها بسبوسه ساي خطوه العافيه درجات، نعمل اول البسبوسه في الطوه وبعد كده لما نتمكن منها نشتغل بالبسبوسه بقى، نحشيها بقى المكسرات، نحشيها دي مرحله متطوره يا شيف. تمام، اي بالظبط كده. بكده بيكون طبق البسبوسه بتاعنا جاهز ان شاء الله باذن الله، لغايه قبل اخر الحلقه كده بنقلب البسبوسه بتاعتنا بتكون جاهزه، نمشي للطبق الثاني اللي هو الطاجن بتاع البطاطس والرز مع اللحمه المفروم. نشوف المقادير نرجع لكم تاني. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شفنا مكونات الطبق الثاني اللي هو الأرز مع اللحمة المفرومة وكمان البطاطس والخضار. يا شيف إبراهيم مكوناتي بسيطة ما كثيرة شديد، بتحكم فيها اللي هي المكونات تحت الطبق ده سهلة جدا بتحكم فيها براحتي. أنا شايل بالمناسبة المفروض الوصفة دي فيها بيض، أنا عارف الناس كثيرة جدا ما بتحب البيض، وعامة الشعب السوري ما هيستصيغ البيض في الوصفة دي، يعني برضو للتماسك احنا هقول نعمل كيف التماسك ده. احنا عندنا اللحمة المفرومة معصقة اللي هي الجاهزة طبعا عملناها مع بعض كتير جدا، بصل مبشورة، وعندنا كوسة مبشورة. ممكن لو عايز أحط أي خضار في الوصفة دي يا دكتور أحط جزر، أحط بسلة، فلفل، الفلفلية، الحاجة الخضار اللي أنا بحبه ممكن أحطه في الوصفة دي ما فيها مشكلة. الرز طبعا جهزناه كالعادة، وقلنا قبل كده طريقة عمل الرز. الرز بالمناسبة في الوصفة دي ممكن يتعمل مسلوق وممكن يتعمل مفلفل العادي. تمام، الرز اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا رز غزير الحبه ما بيحتاج ان هو يتنقع، كل ما معاه هنالك بنغسله في المصفى ونصفيه، لكن ما نستنى عليه كثير علشان ما كل ما بيقعد في المصفى كثير كل ما بيكون سهل ان هو يتكسر واحنا شغالين بيهم. بعد كده بنسخن الحله بتاعتنا، شويه زيت، شويه سمنه، زبده، دايما يستحسن قلنا لو هنشتغل بزبده او سمنه عشان الرز ما يلون معاي بحط ليه شويه زيت الاول. تمام، بحط الزيت وبعد كده بحط السمنة. وبعدين بعد ما يتقطح بحط الرز بتاعه قاعد اسخن فيه، ولازم يكون سخن. من الناحيه الثانيه بكون مسخن مويه لتغلي عشان بعد ما الرز يسخن بتاعي بساويه على بساوي السطح بتاعه، وبعد كده بحط المويه. كل المويه بتكون عجله او عجلتين او عجله ونص صباع بتاع مويه، تغلي غلوه دقيقه، وبعد كده احط النار على الاخر واسيبه لغايه ما في الاخر الرز بتاعي يجهز. من الحاجات اللي ممكن اتبلها للرز ممكن احط له حبهان، ممكن احط له ورق لورا، ممكن اجيب البصله احط فيها عيدان القرنفل، وبعد كده بعد ما اخلص الوصفه بتاعتي بشيلها. كل دي حاجات منكهات بتدي نكهه للرز بتاعي. تمام، الطوه عندي بجبتها حله او طوه او اي يعني اي وعاء من عندي هنا بحط فيه البصله بالشكل ده اللي هو بيكون فيه زي تصوير الحشوة. حشوة، تمام، دي الحشوة. تمام اهو كده. بعدين انا عندي ثوم مفروم، قلنا قبل كده برضو يا جماعه الثوم المفروم حسب الرغبه. انت شايف الناس لو عرفت الاهميه بتاعت الثوم يعني حتتناوله باستمرار، لانه فيه فوائد قيمه وعظيمه جدا جدا من المكونات الموجوده فيه، والزيت الطيار
الموجود في الثوم هو مفيد ومهم لكثير من الأمراض. عندنا بيوازن ضغط الدم، هو ما بشيل ضغط الدم أو ما يعني بعالجه، لكن بيوزن لنا ضغط الدم، وكمان برضو بيساعد على مقاومة الأمراض السرطانية والخلايا السرطانية في الجسم، بيقاوم لنا بصورة كبيرة جدا جدا، وبقوي لنا الجهاز المناعي. فبالتالي نحن يا ريت نراعي إننا ندخل الثوم في الوجبات بتاعتنا وفي الأطباق بتاعتنا، يعني ما نخاف من الطعم بتاعه، ما نخاف من النكهة بتاعته، ما نخاف من الريحة بتاعته، لأنه ورينا كثير من الطرق أن إحنا ممكن نقلل بيها من النكهة بتاعة الثوم في الفم، أو بعد كده المشاكل بتاعته اللي هي مثلا نعناع، البقدونس، دي كلها من الحاجات الأساسية وبتساعد أن نقدر نتخلص من ريحة الثوم. برضو الهبهان، إذا مضغنا هبهان برضو ممكن تساعد لنا في التخلص من نكهة الثوم اللي بتكون فيها الفم. فبالتالي نستفيد من القيمة الغذائية الموجودة فيه ومن الفوائد اللي فيه، ونقدر نتخلص من الريحة والنكهة بتاعته. تمام دكتورة. برضو البطاطس، أنا بقطع حلقات البطاطس حلقات كده، وبعدين الصينية بتاعتي بدخلهم في الفرن. دي برضو بقلل شوية من نسبة الدهون اللي موجودة في الوصفة. لو عايز أحمرها في الزيت ممكن أحمرها في الزيت برضو. ما عندي مشكلة وما عندي زمن يعني، ده أحمرها في الزيت ما في مشكلة. الكوز زي ما قلت منبشرها مبشورة. ايوه الفها مع، لو عايز اخد جزر زي ما قلت اخد فلفليه، الخضار اللي المتوفر ما مشكله. لف الكلام ده كله. طبعا الكوسه ما عندها عمر في الاكل يا دكتور، يعني ما بتاخد زمن طويل، زمن كتير. بلفها مع البصله والثوم، وبعد كده اديها شويه الملح والفلفل. انا ليه بظبط الاول الزبطه بتاعه البهارات؟ عشان اللحمه المعصقه المفروض ان هي جاهزه يعني فيها الملح وفيها الفلفل، انا بظبط على قدر يعني، ما بحط الملح والفلفل بعد اللحمه، لا قبل اللحمه عشان اكون ظبطت على قدر الخضار بتاعي. اللحمه تكون جاهزه مع بعض بيدوني طعم مظبوط متوازن. تمام اهو بالشكل ده كده. وما بحط في الوصفه دي يا دكتوره اي صلصات او طماطم او كده، يعني كنوع من التغيير. وزي ما قلت في الاكل في الاخر، الاكله دي يعني متكامله، فيها النشويات، فيها البروتينات، فيها الالياف عباره عن الخضار، فيها الحديد، فيها كل المقومات، او فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاج لها الجسم. فبالتالي زي ما قال الشيف تعتبر وجبه متكامله ومناسبه جدا، بالذات مع الاطفال. يعني كثير من الناس بيلاقونا برا طالبين وجبات بالنسبه للاطفال. نحن بنحيي كل زول يعني بتابع البرنامج، بنحييهم، وان شاء الله نقدر نقدم لهم الاطباق اللي بتكون مناسبه معاهم، وكمان بالنسبه للفئات المختلفه زي الاطفال. الطبق ده ممكن يكون متكامل جدا من العناصر الغذائيه زي البروتين، زي ما قال الشيف الكربوهيدرات، فبالتالي احنا بنحتاج له. وبرضه نقول للامهات، انت تاكلي مع طفلك، يعني عاوزه طفلك ياكل تاكلي معاه وتاكلي قدامه عشان هو يقدر ياكل، توريه القيمه الغذائيه الموجوده في الطبق عشان تساعديه انه يتناول الطبق ده. طيب دكتور، انا اضفت اللحمه المفرومه اهو، نقلبهم مع بعض. تمام. معانا مكالمه. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. يسلمك، يديك العافيه يا شيخ. معانا منو؟ معاك تهاني من جبل اوليه. استاذه تهاني من جبل اوليه، اهلا وسهلا بك، كيف الاخبار؟ تمام؟ تمام الحمد لله، تسلمي. الله يخليك، اهلا وسهلا بك، تفضل يا استاذه تهاني. بشيد بالبرنامج للتقدم للامان ان شاء الله. تسلمي كثير، تسلمي كثير يا زوجك. بزلي يا شيخ، انا كل ما اعمل كيكه العاديه دي لاولادي يعني ما تضبط معي، تضبط كده ما نفخ زي ما تعمل انت اللي هي الطريقه الصحيحه. الكيكه العاديه يعني. العاديه اها. طب انا عايز اعرف بس انت بتعمليها كيف عشان نعرف المشكله وين. اول حاجه الفرن بتاعك، معلش المقاطعه، الفرن بتاعك كويس يعني مقفل كويس؟ الباب بتاعه مقفل كويس؟ مقفل كويس، جديد شكله برضه ممتاز. اها اتفضلي. يلا بعمل كوب واحد حليب كويس، كوب واحد دقيق، ملعقه باكنج بودر، ملعقه فانيليا، يعني ذره بسيطه ملح، بعمل اثنين بيض، ملعقه فانيليا، ملعقه باكنج بودر. اثنين بيض كاملين يعني؟ ايوه. اها تمام. طيب بعد ما اخلطهم مع بعض كده دخلهم الفرن في درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. لا بتخلطيهم كلهم مع بعض؟
اي بخلط الحليب اول وبضيف البيكنج باودر والفانيليا والبيض بعد ده اللبن. تمام، البيكنج باودر مع الدقيق يعني ما تخلطيه مع بقيه المكونات، مع الدقيق ولو نخلتيه يكون احسن، يعني تنخليه في المنخل بتاع الدقيق ده وتخليهم على جنب. بعد ما تضربي المكونات دي كلها، اهم حاجه لما تيجي تضربي بقى لما تضيفي الخليط ده على الدقيق، يا بملعقه خشب زيتي يا بيدك لو لبستي جوانتي او بيدك، بالراحه كده تعجنيه بالراحه، ما برضو ما تعجني شديد. ليه؟ عشان ما تطلع الهواء اللي موجود اللي هو عمله البيض، ما تطلعيه من الخلطه بتاعت الكيكه، كده الكيكه هتفضل هشه وهتفضل طريه. لكن لو خطيتي كل المكونات وعجنتي شديد كده، انت كتمت الهواء اللي موجود في الكيكه، لما تدخليها تطلع عليكي تقيله وهتلاقي الكيكه ما فيها فراغات وما فيها هواء. جربي ان انت انخل الدقيق، والنخله بتاعت الدقيق دي بتدخل هواء كمان للكيكه عشان تخليها هشه. وضيفي كمان على اللي انت قلت عليه ملعقه بتاعت خل، ملعقه بتاعت خل بتظبط ليكي الكيكه بتاعتك وما بتاثر في الطعم بالمناسبه، ما تخافي. تمام؟ يلا بالنسبه للفرن ما ادري الحراره كم؟ درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، ما تفتح الفرن قبل نص ساعة، يعني تقل 30 دقيقة تعدي، بعد كده تفتح الفرن بالخلة بتاعت السنان أو بصرف السكينة تدخليها في نص الكيكة وترفعيها، لو لسه ماسكة فيها عجين تبقى الكيكة لسه نية، لو لا خلاص السكينة طلعت معاك نظيفة تعرف إن الكيكة بتاعتك استوت، لكن الفرن ما تفتحيه قبل نص ساعة، لو فتحتيه قبل نص ساعة طوال الكيكة بتهبط. أيوة. اوكي معلش ثاني ارجع 180 درجه، 180 درجه لمده نص ساعة. ساعه لمده نص ساعه، بعد نص ساعه تشوف الكيكه بتاعتك اخبارها شنو. لو استوت يلا ما تطلعيها ما تطلعيها طوالي من الفرن، سيبيها قاعده 10 دقائق كمان بس الفرن مطفي والباب بتاعه مفتوح. بعد ما تطلعيها يعني بعد ما تستوي اطفي الفرن وافتح الباب وسيب الكيكه مكانها 10 دقائق كمان، عشان تفضل الهواء اللي فيها وتفضل الكيكه مرتفعه زي ما هي. لكن لو طلعتيها طوالي من الفرن مع الدرجه بتاعت الغرفه او درجه المطبخ طوالي الكيكه بتهبط. يلا المواد دي كلها اضيفها مع بعض عشان بعد ذاك قلت اقلب الدقيق بدل الدقيق مع البيكنج باودر بتخليهم مع بعض، وبعد كده لما بتيجي تخلصي المواد السهله دي البيض والبيكنج باودر والفانيليا والكلام ده كله تضربيه مع بعض، وبعد كده تنزلي بيهم على الدقيق ولما تيجي تعجني بالراحه بالملعقه الخشب او بايدك تعجنيهم بالراحه، ما تعجنيهم شديد عشان ما تطلع الهواء اللي موجود في الكيكه. ايوه المواد الخلطه دي المواد الصحيحه ما بتحتاج اضافه زيت، مش ما بتحتاج شنو؟ اضافه زيت. اذا اضافه زيت كوب زيت والله لو عايزه تحطي زيت برضو ما في مشكله، والزيت ده برضو ما في مشكله، طبعا التست بتاع الزيت ده بيختلف من الزيت لكن ما في مشاكل. الله يخليكم، ان شاء الله بنطبقها ليك ان شاء الله يعني قريب جدا، اعمل لكم وصفه بتاعت الانجليش كيك او الكيك الانجليزي، وهنعمل منه برضه صنف بتاع حلف نفس الحلقه ان شاء الله، تابعينا وباذن الله بنعمله لك ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، الله يخليك، شكرا لك كثير، وتحياتنا للناس جبل الاولياء. خلونا نمشي فاصل ونرجع مع بعض نكمل طبق الليل.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. زي ما احنا شايفين مع بعض كنا قبل الفاصل بنتكلم يا دكتوره على الطاجن بتاع اللحم المفروم مع البطاطس والرز. احنا كده رصينا البطاطس. ايوه تمام. ممكن اللي فاضل ده برضه هنجدعه نعمل بيه طبقه ثانيه. نعمل بيه طبقه ثانيه. حطيت شويه لحمه في النص كده تمام اهو. احنا الغرض من الاطباق دي يا دكتوره ان احنا بنغير شكل التقديمه، وفي نفس الوقت خدي بالك من حاجه برضو من الناحيه الاقتصاديه، احنا اشتغلنا بشويه اللحمه المفرومه دول هنعمل اكله تكفي 6-7 اشخاص يعني. دي الميزه في القصه دي، وكله هي يعني يحس بطعم اللحمه الموجوده في الوصفه وكمان تكامل فيها، عكس ما احنا نحطها ساي كده ولا نعملها زي ما قلنا كفته. بنجيب اللي فاضل هنا اللحمه ده ناخده مع الرز اهو. بعدين زي ما انت يا شيف اتطرقت وقلت انه في تكامل في القيم الغذائيه والعناصر الموجوده في الطاجن او الطبق بتاع الرز مع اللحمه المفرومه والخضار بسعرات حراريه فيه 328 سعره حراريه، الكربوهيدرات فيه 37 وزياده، يعني نسبه الكربوهيدرات هي اعلى نسبه فيه، وبعد كده بجينا البروتين وفي النهايه الدهون. وزي ما احنا شفنا الشيف طريقه العمل بتاعته هو قلل لنا من نسبه الدهون بصوره يعني حلوه شديد، هو قال انه البطاطس ذاته دخلوه في الفرن، فنحن ممكن نقليه في الزيت لكن الافضل انه يكون في الفرن، فبالتالي بنقلل من نسبه الدهون الموجوده في الطبق اللحمه المفرومه ذاته بالراعي انه ما يكون فيها نسبه من الدهون. بالنسبه لبقيه المكونات الالياف والفيتامينات والمعادن الموجوده في بقيه الاضافات الموجوده في الطبق بالاضافه للكربوهيدرات، فبالتالي هي بتكون وجبه متكامله ومميزه جدا جدا، كمان بالذات بالنسبه للاطفال لانها بتديهم القيمه الغذائيه المحتاجين لها. زي ما قلنا الجسم محتاج لطاقه، محتاج ل غذاء يبني الخلايا ويساعد على تجديد الخلايا، زي البروتينات هي اللي بتساعد على تجديد الخلايا، بتساعد على بناء الخلايا. البروتين موجود في الطبق ده في اللحمة المفرومة، وكمان برضو موجود في الأرز وموجود في بقية المكونات، وعندنا كمان برضو تغوية المناعة، المناعة زي الخضروات الموجود فيها كثير من العناصر الغذائية الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على تغوية المناعة، وتكلمنا بالأخص عن الثوم. بقية المكونات هي فيها عناصر مميزة جدا حيتكلم عنها في حلقات ثانيه. طيب دكتوره احنا كانت المرحله اللي فاتت دي برضه عشان الساده المشاهدين يكونوا متابعين معانا، المرحله بتاعت اللي احنا قلمنا فيها اللحمه المفرومه والخضار مع الرز دي اللي بتكسر فيها البيضه، والمفروض الطاجن بعد كده يمشي الفرن شويه عشان البيضه تستوي، لكن احنا هنكبس القالب بتاعنا ما اضفنا له اي بيض عشان برضه الناس اللي عندهم حساسيه من البيض اللي ما بيحبوا طعم البيض، وانا اصلا اعرف ان الشعب السوري ما هيتماشى مع قصه البيض مع الرز دي، فاحنا زي احنا شايفين ما اضفنا اي حاجه، احنا عملنا الرز مع اللحمه المفرومه مع بس الرز اطبخه بالطريقه السليمه هيديني الـ يعني الاريحيه ان انا اشتغل باي شكل من الاشكال. طيب شوف كده في الحاله دي في المرحله دي يعني ما بنضطر ان ندخل الفرن ثاني صح؟ لا ما هندخل الفرن، يعني اذا كان خطوه الفرن دي علشان البيض. تمام، يعني اذا زول حب يجرب الفكر اللي قاله شيف ابراهيم وحب يجرب المزاج اللي بيكون حيكون اكيد متميز ومختلف، بانه اضافه البيض حتكون بيضه كامله يا شيف صح؟ ايوه بيضه كامله، حتتكسر فيها الكميه دي وحتتقلى وبعد كده حتضاف بيضتين، هي بيضه مع اسمه ده، وبعد كده في الوش البيضه ثانيه على الوش. تمام تمام، وبعد كده حتخش الفرن، يعني بعد كده تخش حنضطر ان ندخلها الفرن مره ثانيه، لكن احنا في الوصفه دي هسي ما هندخلها الفرن، احنا هنكبس القالب بتاعنا كويس. تمام كده حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في السكري وتناول الكربوهيدرات لازم هم يتناولوا نسبه من الكربوهيدرات عشان تديهم طاقه، فبالتالي لكن تكون نسبه معقوله، يعني احنا نراعي التناول حقنا خلال اليوم لكل الامراض المختلفه، تناول العناصر الغذائيه نراعي التناول خلال اليوم، يعني مثلا ما اتناول كميه من البروتين تفوق الحد بالنسبه للحاله الصحيه اللي انا متعرض لها، بالنسبه للناس المصابين بامراض في الكلى وامراض في الكبد، ده بنقول لهم نسبه البروتين تكون نسبه معقوله وقليله جدا، يعني راعي ان نقلل من نسبه البروتين، لكن الجسم بيحتاج لنا للبروتين عشان يبني وعشان يجدد الخلايا الموجوده في اجسامنا. تمام يا دكتوره، بعد كده هننقل القالب بتاعنا في الطبق. الكبير ده؟ ايوه ايوه. طبق ما شاء الله يا شباب كبير جدا. نجيبه كده. يا
ميكروبات ايش في المطبخ؟ ميكروبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. كده احنا جهزنا القالب بتاع الرز بتاعنا. بعد كده بقى ممكن نديله بقدونس مفروم. تمام. وعندي شويه فلفل الوان زي ما قلت، ممكن اي 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 طريقه بتاعت خضار دي ممكن نحطها يعني نزيد بيها القيمه الغذائيه وبتدينا شكل في الاخر. تمام. بكده نكون جهزنا القالب بتاعنا. طريقه سهله وبسيطه جدا زي ما احنا شايفين وما اخذت مننا زمن. شيء برضو كمان للأستاذة ريم والخالة إلهام بيسألوا من وجبات الأطفال، نقول لهم ده طبق مميز جدا بيحتوي على عناصر غذائية متكاملة، ممكن تقدموه لأطفالكم، يا ريت تحفظوه وتكتبوه وتطبقوه بصورة واقتصادي كمان يا شيف زي ما اتطرقت. أكيد طبعا اقتصادي زي ما احنا تكلمنا من شوية، وكمان لسه عندنا البسبوسة على النار، وكمان معانا فطاير سهلة بسيطة جدا. كل ده هنشوفه لكن نمشي فاصل نرجع مصر. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، طلعنا فاصل، قبل الفاصل شفنا الرز مع الخضار والبطاطس واللحمة المفرومة، طريقة بسيطة وسهلة ومكونات صحية وقيمتها الغذائية عالية، لكن التناول يكون بصورة موزونة. وحنشوف مع شيف إبراهيم باقلنا يا شيف في الطبق الأخير، آخر طبق من أطباق الليلة اللي هو الفطيرة. عجينة سهلة وممكن نشكل بها أشكال كثيرة جدا من الفطاير. أيوة. النهاردة احنا هنعملها مع الجبنة. أي نوع جبنة موجود عندنا ممكن نشتغل بها الفطيرة دي، والطريقة بتاعتها برضو سهلة وبسيطة، يعني ما فيها خطوات، كل المكونات مع بعض، بس هي الخطوة الأساسية طبعا فيها هنتكلم فيها، لكن نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغل مع بعض. وشفنا مع بعض مقادير العجينه يا دكتوره. زي ما قلنا الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه جدا، احنا كل المكونات بنعملها مع بعض، بنعجنها مع بعض، لكن الخطوه اللي قلنا عليها المهمه ودايما طبعا اكيد يعني معظم المشاهدين عارفين الخطوه دي، اللي هي المويه الدافيه مع السكر مع الخميره، دول بيخلطوا مع بعض ويسووا بتاع 10 دقائق عشان يبتدوا الخميره بتاعتي تبتدي تفور وتبتدي تتفاعل. الدقيق والبيكنج باودر دايما بندخلهم مع بعض، دي حاجه برضو خطوه ثابته كنا لسه بنتكلم دلوقتي على الموضوع ده. بنضرب الخامات دي كلها مع المكونات دي كلها مع بعض، بنعمل الاول الزبادي مع الدقيق لغايه ما يتفرول كده، وبعد كده بننزل بيه بالمواد السائله دي، كل الكلام ده مع بعض وبيلم معايا بكون لي عجينه بغطيها بدخلها الثلاجه. العجنه لازم تاخد 10 دقائق يا دكتور. يعني العجنه بتاعتها لو طبعا 10 دقائق بالمكنه حوالي ثلث ساعه بال
الايد ايوه تبقى موسخه شويه، لكن هي تضرب يعني لازم تاخد حقها في التخمير العجن في العجن برضه في التخمير. تمام ايوه بالظبط كده. تمام بعد كده ناخد العجينه، انا مريم عايزه دقيق شويه ماشي، باخد العجينه بتاعتي عايزه دقيق دقيق. تمام بالنسبه كمان للعجينه زي ما قال الشيف حتكون محشيه بالجبنه، فبالتالي السعرات الحراريه فيها 374 سعر حراري، نسبه الكربوهيدرات فيها اعلى، وتدرج بعد كده نسبه الدهون، واخر حاجه نسبه البروتين. احنا حسب الحشوه بتاعت اي عجينه من العجائن هي بتدينا القيمه الغذائيه والسعرات الحراريه الموجوده في الطبق. فبالتالي في حاجات كثيرة جدا، وسيلة كثيرة بيسألوا منها المشاهدين والمتابعين لبرنامج نكهة خاصة، إنه عاوزين يعرفوا بالنسبة لزيادة الوزن وتنزيل الوزن، وبالنسبة لوجبات الأطفال. دي أكثر الأسئلة اللي بتجينا في البرنامج. إن شاء الله حنخصص حلقات لكل يعني مشكلة من المشاكل دي، لكن في كل حلقة نحن بنقدم أطباق بنوري، مثلا زي قلنا الطبق بتاع الرز باللحم المفرومة هو مناسب مع كل الفئات بالذات الأطفال. الناس المصابين بالسكري هو بيكون طبق مناسب معاهم، لكن نسبة بسيطة أو كمية بسيطة، هي دي ممكن تتقطع على حسب العدد بتاع أفراد الأسرة وحسب العدد اللي حيتناول. فبالتالي المصاب بالسكري إنه يتناول لنا حاجة بسيطة جدا جدا منه من الطبق ده. بالنسبة للأطفال والشباب اللي هم رياضيين حركتهم كثيرة ممكن يتناولوا منه نسبة أعلى، ده بيجي من تناول السعرات الحرارية، إنه الناس حركتهم أكثر بتناول نسبة سعرات حرارية بالإضافة للسعرات الحرارية المفروض يتناولها يوميا، بتتراوح من 50% لـ70% من السعرات الحرارية الأساسية. دي زيادة بيزيدوها في السعرات الحرارية المتناولة. الناس حركتهم أقل أو خفيفة بتناولوا لنا 50% من السعرات الحرارية الأساسية اللي هي إضافة. الناس حركتهم يعني بطيئة جدا أو ما عندهم حركة أو يعني عندهم خمول أو ما بيتحركوا كثير، إنه السعرات الحرارية تكون من نسبة 30% إلى 40%. دي السعرات الحرارية المفروض تتناول، حيتكلم عنها بتفصيل أكثر في حلقات جاية. بس نشوف مع شيف إبراهيم العجينة. طيب يا دكتورة احنا كده العجينة بس اديتها شوية دقيق بس علقت مع الجو بتاع المبيت بتاع الاستوديو. طيب احنا بناخد العجينة بنعملها على شكل يعني على قد حبة البيض كده بالطريقة دي، وبعدين بفردها. ممكن اخد جبنة بيضة مع الجزر والنعناع زي ما بنعمل، ممكن اخد جبنة موزاريلا، الجبنة الموجودة عندي. انا عندي شوية جبنة شيدر في الثلاجة لقيتهم مع مرتديلا. تمام كده وبتفردها كده يا دكتور زي ما انت شايفه، وتاني بفردها بالشكل ده، وبحط فيها قطعة بتاعت جبنه مثلثات، وتاني بقفلها بالشكل ده. حركتين في حركه يعني يا شيف. بالظبط كده اهو بحطها كده، ممكن بالسكينه اقطعها كده، وبعدين بديها شوية حليب مع أصفر بيض مع رشة بتاعت نسكافيه عشان تكسر لي الزفار بتاع البيض، وبرش بيها الفطاير بتاعتي. ممكن أعملها زي احنا شايفين بحبة البركة من فوق، ما في مشكلة برضو. سمسم أبيض برضو ما في مشكلة، دايرة سيبها سادة ما في مشكلة يعني. والعجينة دي زي ما قلت يا دكتورة الميزة فيها إن هي متعددة المستخدمات، يعني أنا ممكن أستخدمها في أكثر من حاجة، أنا ممكن أستخدمها في أكثر من نوع من أنواع الفطاير، وعجينة سهلة جدا وهشة ولذيذة. يا ريت برضه تجربوها هتلقوها معاكم ممتازة. تاني أقول الفكرة بتاعت فطاير الجبنة، طبعا إحنا مع المدارس دي فكرة ممتازة جدا إن إحنا نديها للأولاد وهم ماشيين المدرسة زي سندوتش، وفي نفس الوقت فطيرة، وزي ما شفنا مع بعض الطريقة بتاعتها سهلة جدا. بنحط أول حشوة أهي وبنقفل عليها كده الطريقة دي. ممكن شيف غير الحشوه جوا، نحن انت شايفه في النوع الثاني هنا انت عامل فيها نفس المكونات برا اللي هي دي، هنا انا عاملها حشوه واحده برضه هوريها للساده المشاهدين كده اهو. وبعد كده بجيب الجبنه المثلثات دي اللي هي الطريقه الاولى، دي الطريقه اللي احنا عملناها هنا الاولى هي للساده المشاهدين اهي بالشكل ده. وبعدين بالسكينه او لو ما دايره بتاعها برضه ايه ما في مشكله يعني، دي زي الشكل كده يعني بتدي شكل. المعمول عندك ده يا دكتوره دلوقتي احنا عاملينه حشوه واحده
تمام. يعني حشوه بطريقه تقليديه خالص. احنا بنقول بناخذ العجينه يعني على قدر البيضه، حبه البيضه ناخذ مقدار من العجينه على قدر حبه البيضه، العجينه في يدنا كده ونفتحها. وطريقه سهله بسيطه، نحط العجينه الحشو بتاعنا. قلنا الحشو ده اختيار يا دكتوره زي ما احنا عايزين اهو، وبلمها كده يا دكتوره كده وبحشيها. يعني عايز اعملها حشوه، ودي الحشوه اللي فاتت لو كبرت ممكن اعملها ثلاثه او اربع حشوات، يعني كل محشي بفرد واحط حشوه ثانيه وافرد. بتيجي تقطعيها بتلاقي كل المكونات جوا، المكونات جوا مع بعض بتكون افضل واسهل. بالظبط كده. كمان برضو بالنسبه لربات البيوت، بالنسبه لكل البيوت اللي فيها طلبه مدارس او طلبه جامعات او موظفين مثلا، يهتموا بوجبه الفطور. وجبه الفطور هي وجبه اساسيه جدا. في ناس بيفتكروا انه وجبه الفطور انا اذا ما تناولتها حقلل، يعني حتساعدني في اني، بالعكس هي بتساعد في انه وزنك يزيد، لانك انت فتره الصباحيه ما اكلت اي حاجه، لما تجي تتناول اي وجبه ثانيه حتتناولها بشراهه، يعني حتكون جعان شديد عاوز تاكل كثير، فبالتالي حتاكل نسبه اكبر، حتاكل كميه اكبر. فبالتالي لازم نراعي تناول وجبه الفطور، وجبه الفطور تكون متكامله من ناحيه القيمه الغذائيه، ومن ناحيه توفر الطاقه، توفر البروتين، توفر الفيتامينات والمعادن، عشان زي ما قلنا تقويه الجهاز المناعي وبرضه بناء وتجديد الخلايا. طيب دكتوره زي ما قلنا بندهن البيض والنسكافيه، بدي لون وشكل وطعم سمح جدا. تمام تمام. اللي ما بيحب النسكافيه ما في مشكله، واللي ما بيحب البيض برضه يا شيف، واللي ما بيحب البيض ممكن شويه حليب تمام مع حته سمنه او زبده، يقلبوا مع بعض عشان احنا بس في الاخر عايزين اللون اللي احنا شايفينه ده اللي هو ياخد لون في الفرن. تمام. بكده احنا بنكون جهزنا اطباق الليله. اطباق الليله كانت سهله وبسيطه، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الليله عملنا مع بعض بسبوسه الطوه، بسبوسه الطوه برضه عشان اكد هي طلعت كده دكتوره، هسقيها بس انا بالبسبوسه. العين طبعا هنا انا عندي العين جايه مطوله، العين لو دائريه بتدي اللون كامل للبسبوسه. تمام. بعد كده ممكن ازينها زي ما انا عايز، مكسرات بالشوكولاته السايحه، بالشوكولاته البيضاء، الشوكولاته البني، زي ما انا عايز. عندي الطاجن بتاع الرز مع البطاطس، طريقته سهله وبسيطه جدا برضو زي ما شفناها مع بعض. واخر حاجه نفذناها الفطاير بالجبنه. اتمنى ان تكون اصناف الليله نالت اعجابكم، ودايما احنا في انتظار استفساراتكم وتفاعلكم معنا. تسلم يدك يا شيف ابراهيم، وتسلموا كل اللي تابعتوا معنا حلقه الليله. يا ريت تكونوا استفدتوا معنا، وزي ما عودناكم في الختام بنقول لكم في امان الله.